لو الحكاية فيها إن فيديو. وأحلى حاجة بقى في الموضوع اللي بيخلي الفنان يتفاعل ويقدم أحسن ما عنده، الجمهور طبعا الرائع جدا دوت، جمهور جميل حوالي 10,000 متفرج، 10,000 مستمع، ومن كل الفئات بقى، البسطاء جدا قاعدين والأطفال والشباب والشيوخ والمثقفين قاعدين، فحاجة جميلة جدا ورائعة فعلا، بتدي دفعة للفنان وتخليه يعمل أحلى حاجة عنده.